سلام البنات والحباب، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم، عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والعافيه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله علينا جميع وعلى جميع الامه المسلمه. في اطار التحضيرات ديال رمضان اليوم جبت لكم، غادي ندير نبدا بالمقروط. انا عاد طفات عليا الشمعه، غادي نبدا بالمقروط الوجدي الاصيل على حقو طريقو. غادي نوريكم الطريقه ديالو، طريقته واسرار النجاح ديالو. حبيبات ديالي، انا رجعت لكم دابا باش نقدم لكم المقادير ديال المقروط البلدي الاصيلي نتاع الجهه الشرقيه، لانني انا اصلا عشت وقريت في وجده، في منطقه وجده، في مدينه وجده. المنطقه الشرقيه معروفين حتى هما بهذا المقروط والقريوش والكعك، هادو هما الوصفات كيديروهم في اي مناسبه خاصها تكون واجده. اذا اليوم غادي نبدا لكم غير بالسميده، لان خصني ضروري السميده تبات مفنده في الزبده. هذا هو الشرط الاساسي او السر الاول من اسرار نجاح ديال المقروط. عندي هنايا المقادير ثلاثه ديال جوج زلافات ونص ديال السميده الرقيقه اللي كنديروا بها سميتها الحريشات. كاين اللي كيبغي يخلط الحرشه الغليظه مع الرقيقه، الا بغيتي يجيو الحبات غلاظ. انا كيعجبني يجي رقيق ويجي طب وفتي وغزال وحلو وكيشهي. اذا عندي هنا جوج ديال الطاسات ديال السميدونس. والسر الثاني هو ان كل طاسه كديري فيها معلقه ديال الفارينه فورس. الا ما بغيتيش ديري فارينه ديري بياض البيض، انا بياض البيض كيطلق الرغوه في الزيت، دونك انا ما غاديش نديرو. يمكن لك ديري هاد المقروط في الفران اولا تقليه في الزيت. في الفران كيجي شويه قاصح، مي في الزيت كيجي رطب وهشيش وغزال. وشنو غادي نحتاج في باش نسمد ليا هاد السميد ديالي؟ غادي ندير له زلافه ديال الزبده المذابه مع فيها، هي ما كاملاش كامله زبده، وانما زدت لها انا الزيت، زيت المائده، كاس د العنبه ما عامرش. اوكي الحبيبات ديالي، غادي نوريكم كاس د العنبه حتى لهنايا ما عامرش، يعني نقولوا كاس الا ربع باش نعطيكم المقادير اكزاكتلي كما يقولوا. اما الزبده فدرت 300 غرام و50 ديال الزبده، بريسك 400 غرام، ودوبتها مزيان تشربت ديك الرغوه البيضاء ديالها، باش لان الا بقات ديك الرغوه البيضاء كما كنقول لكم دائما سمعوا النصائح بالك كتخسر الوجبه اللي كديريها فيها. اذا الان غادي ندير واحد نصيص ديال الراس ديال معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نخلط النواشف، وغادي نبسو مزيان بالزبده والزيت، وغادي نوريكم لاستيس اللي غادي ندير فيه عاد نخليه يبات. رجعت لكم دابا، غادي نخلط السميده ديالي مع الفرص مزيان. انا كيحمقني المقروطه البنات، ولا اله الا الله كيحمقني. دابا غادي ندير الزبده ديالي غير شويه، صافي. اذا السر ديالو باش كيجي زوين غنقفط على كمامي خصنا ضروري نقفطو على الكمام باش نخدمو مزيان على حقو وطريقو. بسم الله، شوفوا هكا هاديك الزبده تسمعك مزيان مع السميده، تدخل مزيان في السميده. هذه سر من اسرار نجاح ديال المقروط وما يتفتتش ليكم في القليان. واحد لاستيس اخرى، حيت تكونوا تكوروا الكويرات ديال التمر، ما يكونش التمر كميه كبيره، لان التمر كيتنفخ وكيطرطق الحريشه المقيرطات ديالنا في الزيت. هاني كنعطيكم الاسرار. غادي نبسس مزيان السميده ديالي، وغادي ندير لها واحد لاستيس في الاخر عاد نخليها تبات. انا كنتعمد نجلس حتى لاخر لحظه عاد ندير داكشي ديال رمضان، باش كيبقى لي داكشي طري فتي
قرمش. راني مجدة اللوز اللي تشوفوه لهيه راه مسلوق وراني خليته كاين شفا ديبات ليلة كاملة باش ندير شي بريوات ان شاء الله وبحمده تاع اللوز. انا ما درتش السلو ما درتش الشباكيه. السلو عطاته لي اختي الله يطول لي عفو عمرها. اختي مسكينه دائما كدير لي لابار ديالي حتى انا ندير لها لابار ديالها طبيعه الحال. احطك في المقرطعه هو هنا. كتفكرني مسكينه دائما حتى هي في رمضان ما عمرها نساتني دائما اي شهيوه دارتها كتصيفط لي واخا كنقول لها راني عندي كتقول لي لا والو حقك خوديه صدقيه رميه كوليه ديري فيه واش بغيتي. ايوا هنا خت علينا خواتاتنا الله يطول لي في عمرهم خواتاتي كاملات بدون استثناء. الحاجه ديالي برك عواشرك راني كنهضر معكم وكندير القريطه ديالي وكنتعاود مع الحبيبات ديالي. من بعد ما يعني حرت الثوم مزيان ومعكته مزيان تدخلت فيه ديك الزبده هنا درت زعفران الحر في واحد الكاس ديال الزهر غادي نخليه يبات كيطلق باش غدا يكون طالق مزيان. ودابا عندي ها نتوما كتشوفوا شحال ديال الزهر غادي نرش به السميد ديالي صافي وغادي نخليه يبات هكا البنات. غادي ندير له هذا ميكس الطهي نغطيه صافي وغادي نخليها يشرب. والان غنوريكم مقادير تاع العقده اللي غنديرها في المقروط ديالي في السميد. عندي هنا 500 غرام ديال معجون التمر عندي كاس مع مرش ديال الجنجلان محمص غير شويه غير مسهط وصافي عندي كاس ديال القرقاع مسهط في الفران ومقشر ومقرد غير صغيور ماشي بزاف معلقه كبيره ديال الزبده راس معلقه ديال عود نوار او المسمار معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال المسكه الحره مدخوقه مع سكر كلاصي. وعندي هنا جوج ديال الالزا غادي نديرهم هذوك في العجينه ديال السميد. وعندي واحد ثلاثه ديال المعلقات ديال ماء الزهر ثلاثه معلقات ديال ماء الزهر اللي غادي نديرهم في العقده. الان غادي نعجن العجينه ديالي كامله ونرجع معكم. درت هنا جميع المقادير وغادي نعجنها مزيان ونرجع معكم. يلا حبيباتي تنوجدها ونوريها لكم. اذا عزيزاتي دابا غادي نبدا نص المقادير ديك السميده زدت لها جوج ديال الساشيات ديال الزهر ورونتها كامله بستها بهم. من بعد قسمت المقدار ديال السميده وداك الكاس ديال الزهر البارح زدت عليه كاس ونص ديال الماء. دابا غادي به غادي نبقى نجمع هذا ودرت القياس ديالي ديال العسل والزيت راه كتسخن وهنايا التمر ديالنا العقده راها مكوره ديوها بنفس العبار بسم الله. دابا غادي نبقى غير كنجمع بالماء ما تعجنوهاش يعني غير تبقاو تجمعوها صافي الا تعجنات ما درنا والو تولي بحال الخبز. علاش درت النص باش ما كتقصعش العجينه تولي دغيا كتشرب. هكا غادي ندير الكويرات ديالي وصافي خاصها تجي جاريه ماشي جاريه بزاف راه كتشرب تخليوها شويه تشرب ديك العقده ديالها وعاد دير نخليها تشرب شويه وعاد نرونها
دابا الان حبيباتي هنا كورتهم كاملين وعمرتهم بالعقده. دابا غادي نبدا من الاولى اللي لاك وندخلها في هذا المرشم. غادي نحاول نعطيها هذا الشكل ديال المرشم وغادي نحيدها. فوالا نبقاو هكذا حتى نكملو ونقليوهم. الزيت راني درت هاد سخون، درت العسل خويتو، فوالا غادي حتى نكمل على هاد الشكل، على هاد الشكل ونقليهم ونرجع معكم. القليان خصهم يوليو حميمرين بحال هكا. انا جربت وحده جوج جربتهم. واش خصك دائما تجربي واش كيتحلوا ولا ما يتحلوش، فهمتي؟ قلت لكم انا السر ديالها الا كنتي العقده ما خصهاش تكون كبيره على 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 السميده. اذا ده هو المقروض ديالنا بريستيج، هو العقده ديالو اصيليه ولكن الشكل ديالو بريستيج جديد، يعني بالمرشم القديم كنديرو غير ولو وكنطفيوه وكنقطعوه بالموس، اما هذا عطيته هذا الشكل احسن باش يكون كي تحطيه كيجي غزال. يمكن لك ديريه في كويطات، يمكن لك. اذا هو هذا المقرون. اذا حبيباتي ما بغيتهمش بزاف يتحمروا، هذا هو هذا العبار ديالهم، عاد غيتحمروا مع نتوما. نحطهم يقطروا شويه من الزيت هكا، من بعد كنطفيهم في العسل. دابا هادو ما نحيدهمش من العسل حتى نسالي كل اللي باقي لي تمايا، هكا غادي حتى نسالي. يعني هادي تحمرات ها نتوما، تحمرات من تحت ومن الفوق. غادي نرميها في العسل. هادي كذلك مثال، شفتوها تقطر مزيان من الزيت ونرميها في العسل. هانتوما من تحت شفتو كي داير طايب طايب على مهلو، العافيه مهيله بزاف. ديرات في العسل ما يتحيد من العسل حتى نكمل الثاني اللي راه مازال عاد متمسس باش كيشرب مزيان وكيجيو لنا المقروطات ديالنا معسلين. هانتوما ما تفتت ما تطرطق ما حتى شي حاجه. انا قلت لكم السر كيفاش. اذا الان غادي نرد الاخرين يطيبوا، وهادو غادي نغلقصهم في العسل باش يشربوا لي مزيان العسل حتى يهبط عليهم كامل. صافي نخليهم هكذاك. حبيباتي وها هو القرود ديالي اللي وجدت معكم ورفقتوني في التحضير ديالو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما قلت لكم ما كيتفتت ما كيتشقق في الطياب، ها نتوما ما كيتحرق حتى شي حاجه. خصكم تخليو له النار هادئه حانيه بزاف باش يطيب مزيان على مهلو وكيجي غزال. البنات شوفوا شوفوا كيف رتت هادي، شوفوا 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 ها كتفرتت غير بوحديتها، غير بنت الصبعين، غير بنت الصبعين كتفرتت. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم حبيبات ديالي، والى هنا نقول لكم رمضان مبارك سعيد، عواشركم بروكه، الله يدخل علينا بالصحه والهنا باش ما تمنينا، الله يرحم الشهداء ديالنا اللي ماتوا بالكورونا، والله يشافي المرضى ديالنا ويرجعهم العائلات ديالهم سالمين غانمين. وبهذه المناسبه نقول للناس اللي انضموا الى القناه ديالنا الف مرحبا بكم، هذه الدار داركم. والناس القدامين طبيعه الحال حتى هما الف مرحبا بهم والدار دارهم. نتمنى جميع الفيديوهات اللي كنعملوها انا والاخت ديالي في طاوله الطبخ ينالوا رضاكم ويكونوا خفاف على قلوبكم. ولهذا الحبيبات ديالي نقول لكم مع السلامه، واستناوني في المعسلات القادمه ان شاء الله، واخا جايه معطله ولكن ما غاديش ننساكم غادي نديرهم. وكل شيء المقادير ديال جميع الحلويات غتلقاوهم في صندوق الوصف لتحت، واللي بغات المزيد من المشاهده الفيديوهات ديالنا تضغط على الدائره ديال السوجيسيون وغادي يبانوا لها الفيديوهات اللي بغات تشوف.
ولهنا نقول لكم مع السلامة حبيبات ديالي، وقبلة كبيرة للجميع.